اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنشوفوا اكزرسيس دو في الديود. انا كنت ديجا صورت الفيديو ولكن ما جاش واضح، غادي نعاود غير الشرح وصافي. عندنا هنايا الشيما، عندنا واحد الجينيراتور هنايا، ونسيري مع واحد ريزيستونس هنا، عندنا ريزيستونس ار دو و واحد ديود. عندنا لي دوني، عندنا E إيغال 5 فولت، VD إيغال 0.6 فولت، وعندنا RA إيغال R2 إيغال 1 كيلو أوم. أول حاجة قبل أسئلة قالك هنا كالكولي لا طونسيون أو بورد دو R2، يعني نكالكولي هاد لا طونسيون ديال هاد في هاد البورن هادي أو بورد ديال R2. أول حاجة كنتراسيو لي طونسيون، عندنا هنا موان هنا بلوس، يعني لا طونسيون تكون هكا. هنا الكورون كيكون انفيرسي مع لا طونسيون، تكون هنا هادي هي او ار ان، هنا الديود جاي لينا من هنا، وهذا هو لا طونسيون اللي بغينا نحسبو. اولا فوقاش كيكون الديود باسون، الا كانت في ا كا اصغر من صفر راه لا ديود بلوكي، و الا كانت في ا كا كبر من صفر يعني لا ديود اي باسون. لاحظ معايا في الحاله الكورون جاي ليا من هنا، غيتفرق غيلقى هنا الطريق هذه وهاد الطريق هذه، غيمشي للريزيستونس وغيمشي للديود، ولكن الديود هنا راه جاي جا من الكاثود، يعني في اكا صغر من صفر، يعني لا الديود اي بلوكي ما غاديش يدخل. نحيدوه في خطره غيولي كوم انتريبتور اوفير. هنا هذه الشيما كما قلت لكم، راه شرحت هذا الشيء في الفيديو وجا داك الشيء ماشي كاليتي وقلت نعاودو. هنا نحيدو هاد الديود هادي، نحيدو هاد الديود، غتبقى لينا هاد الشيما هاكا، غيولي كوم انتيريكتور اوفير. فهمني يعني ما يدخلش في الحساب، هو الكورون جاي من هنا غيبقى الطريق مقطوع، يعني الكورون اللي جاي هنا كيساوي زيرو. فهمنا دابا شنو غنديرو باش نحسبو هاد الطونسيون اوبور ديال هاد الديود، يعني اوبور ديال هاد ريزيستونس، غادي نديرو ديفيزور دو طونسيون. و ديفيزور الطونسيون فوقاش كنطبقوه ملي كيكون عندنا واحد دو ريزيستونس اون سيري. شنو كنديرو؟ كناخدو هاد، بغينا نحسبو مثلا هاد الطونسيون هادي، ناخدو هاد الطونسيون هادي وغادي نقسموها على لاسون ديال هادوك لي ريزيستونس. انا ناخدو هاد ريزيستونس هادي ونقسموها على المجموع ديالهم، يعني او ار دو ايكال ار دو، هاد الطونسيون اللي بغينا نحسبوها، لا ار ان بلوس ار دو فوا او فوا هاد الجينيراتور هذا اللي عندنا. دابا مزيان، هادي هذا هو الديفيزور الطونسيون. غنطبقو نديرو التطبيق العددي، هنا عندنا ان يعني ار دو ايكال واحد، ار دو ايكال واحد كيلو اوم على ان بلوس ان، ار ان بلوس ار دو يعني واحد زائد واحد في خمسة فولت، يعني خمسة كتساوي لنا خمسة على جوج كتساوي 2.5 فولت. هادي كنسميوها بولاريزاسيون ديريكت. غادي نشوفو واحد ليكزومبل اخر، غنقلبو هاد الجينيراتور هذا نقلبو لو لي بورن ديالو. يعني دابا غنشوفو هاد الشيما هادي، حنا قلبنا هاد الجينيراتور يعني ولات المو هنا والبلوس هنا، يعني البلوس جاي لنا من الانود. فهاد الحالة شنو غادي يكون؟ يعني هاد الديود غيكون باسون. غنشرح واحد الحاجة بعدا، ملي كيكون عندنا واحد دو ريزيستونس اون باراليل، اي حاجة اون باراليل يعني هاديك لا طونسيون كتكون متساوية، مثلا هاد الطونسيون هادي راه كتساوي هاد الطونسيون هادي كتساوي لنا هاد الطونسيون هادي، داكشي اللي نديرو. هنا عندنا مثلا هاد او ايكال 10 فولت، يعني او ار 2 ايكال او ار 1 ايكال 10 فولت. وهنا لاحظ معايا ان او ار 2 ايكال شكون كتساوي ناقص، الا خدينا هاد المايل هذا، الا خدينا هاد المايل يعني شنو شكون شكون في دي تكون في ار او ار او ار دو، نجيو هنا او ار دو بلوس في دي ايكال زيرو، دونك او ار دو ايكال ناقص في دي. غير هو المايل عامل هنا، تقدر تنتج يا اما دير هاد المايل هذا، دير هاد المايل الا خديتي هاد المايل مثلا هنا، يعني تكون او ار دو زائد ار زائد في دي ايكال زيرو.
قانون إضافية التوترات، يعني UR2 إيجال ناقص VD إيجال 0.6 فولت. هذه بولاريزاسيون انفيرس، هذا هو التمرين ديالنا. الا كاين شي تدخل خليوه لنا في الكومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتابوناو معنا في لاشين، والسلام عليكم.